بسم الله الرحمن الرحيم. مملكة الأعداء الخفية. تأليف وإخراج خالد المهدي. مين فينا ما عندوش مملكة خاصة بيه؟ كلنا عندنا مملكة. المملكة دي بتبدأ من نفسك، من فكر ومشاعر وأحاسيس، وبتكبر المملكة وبتبقى نفسك وأهلك وعيلتك وبيتك، وبتكبر المملكة وبتبقى نفسك وأهلك وعيلتك وبيتك وبلدك. وأكيد كل واحد فينا بيحاول يحمي مملكته من أي عدو، والأعداء بقت كتيرة. لكن في وسط الأعداء الكتيرة في عدو مهم، هو أهم عدو بيكون السبب في دخول أعداء كتيرة لمملكتك. هو عدو خفي ما بتحسش بيه، بيعرف نقط ضعفك ويدخل في خواطرك ويثير غضبك، بيدبر لك مكايد علشان تقع فيها، والأصعب إنه يمسك فيخليك تتخبط في اللي حواليك. المشكلة مع العدو ده إنه عايش جوه مملكتك، جوه بيتك، وسط أهلك. أنت بتنساه وهو ما بينساش، هو بيشوفك وانت ما بتشوفوش. والمشكلة الأكبر انه بيخليك تدمر مملكتك بإيدك مش بإيده. أربعين سنة وانا بقودكم في حرب ضد أكبر مملكة للبشر على الأرض. قصتنا بتبتدي من زمن بعيد، في عهد من عهود بني إسرائيل، لمملكة عظيمة وكبيرة. قدر الأخفياء ان يمسوا قلوب الأمراء في المملكة وبثوا بداخلهم الفرقة والتشتت. دي آخر مدينة في المملكة وهتكون لحلفائنا. كان واقف على أبواب المدينة جيش من الطغاة اللي شجعهم الأخفياء على الظلم في الأرض، وأصبحوا أولياء للأخفياء والإيم اللي بيبتشوا بيها ضد أي خير أو حق. إحنا كنا هنسجد لهم إزاي؟ إحنا أحسن منهم، إحنا اتخلقنا من نار وهم اتخلقوا من طين. الأخفياء بيحملوا كل البشر، كل الحقد والحسد، وشايلين جواهم طار قديم من بداية خلق آدم وحواء، أول بذرة في مملكة البشر. أنتوا مستنيين إيه؟ اقفوا وراهم وخدوا معاهم المعركة. وبأسلوبهم المعتاد دخلوا جوا نفوس حلفائهم ومالوهم بالكبر والغرور والطمع، ومسوا تكوينهم الإنساني فأصبحوا شياطين الإنس. أنت الملك، اهجم، فاضلش غير المدينة دي وتبقى أكبر ملك، أكبر ملك لأكبر مملكة على الأرض. الكل هيعرف بعد المعركة دي ان انتوا اقوى جنود في الارض. كل المملكة هتكون ليك انت لوحدك، تتصرف فيها زي ما انت عايز. هيزيد ملككم في الارض بالغنايم. القوة العظمى هتكون معاك انت، والكل هيحتاج لك. احنا بنخوض معاكم المعركة. انا اكبر ملك على الارض، واللي تحت رايتي هو المنتصر. هجوم! هنعمل ايه؟ الجيش بتقدم علينا بسرعة. امير المدينة هيدي بوسف رقبتنا المدينة، وانت قائدنا، هتعمل ايه؟ مش هنستسلم ليهم. انت اللي واقف على السور وحواليك جنودك، افتحوا الباب واستسلموا لنا. سافيو! نعم. خد النساء والأطفال النفق السري للمدينة بسرعة وهربوهم، وانت اطلق إشارة جمع رجال المدينة كلهم عشان يقفوا معانا لحماية المدينة. وانتم يا حلفاء الشيطان مش هنستسلم لكم أبدا، حتى لو وقفنا على بوابها. اكسروا الباب! خد الأولاد بسرعة ويحامي معاه. ربنا معاه. اكسروا الباب! يا والدي يا والدي، انت كبير في السن مش تقدر تقاوم، اهرب. مش هسيب الارض اللي اتولدت فيها، هموت وانا بحميها. اكسروا الباب! سندو مضوا، تعالوا معايا بسرعه اسندوا اختكم عشان نوصل لباب السر. انت مريضه مش هتقدري تصمدي وتقاومي معانا. حتى لو كنت مريضه ههرب على فين؟ انا ماليش غيركم، يا نعيش مع بعض يا نموت مع بعض. سندو. نعم. انا مرضى ونلحق اهل المدينه على بابها، وانت هتفضل معاك، ما تسيبهاش مهما حصل. مهما حصل يا زندو ما تقلقش يا كندو. يلا يا مرتضى. اللهم نجنا، اللهم نجنا. اكسروا الباب!
دول اقتحموا المدينة ودخلوا علينا وبيدبحوا في الكل. إذا كانوا كسروا باب المدينة ودخلوا مش هتخليهم يكسروا الباب اللي مقفول على اختنا. الدم والنار لونين مالوا المملكة. شايفين الدم مالي الأرض وفي وسطهم قتل وأسرة. أنا مش قادر، أنا لازم أعمل حاجة. وطي راسك لحد يشوفك منهم، احنا وقتنا لسه مجاش. مش عايزينهم يعرفوا حاجة عنا، لو عرفوا حاجة عنا مش هيسيبونا وهيعرفوا مكان ساجد ويقتلوه. لكن كده خطط ساجد فشلت بتدمير المدينة، دي كانت نقطة البداية لاسترداد المملكة. هنعمل ايه؟ هنرجع لساجد وان شاء الله هنلاقي حل. سامعين، دي وقت خطبته، خطبته اللي بيقولها بعد كل اغتصاب لأرض من أراضينا. لازم تعرفوا ان كل حرب وليها ضحايا، والحرب اللي انا جيت لكم بيها بتحمل لكم الحرية والسلام. عارف ان فيكم اللي مش موافقين الرأي، لكن الايام هتثبت لكم اني احق بالمملكة دي من امرائكم اللي اتفرقوا وسابوكم. انا هجمع المملكة كلها تحت راية الحرية، وهنبعت لكم اللي يعيد تعمير مدينتكم من جديد، وهنولي عليكم اللي هو اهل ليكم والاختيار ليكم. اللي عايز يعيش تحت رايتي هيعيش بامان، واللي مش عايز يبقى عايز يشيع الارهاب في المملكه، والقوه هي اللي هترد عليه. كلام شبه كلام، وصراع موجود في كل زمن، وفي وسط تخبط البشر ضد البشر كان في تخطيط تاني من عدو البشر. وعلى سطح بحر من البحور جوه الضلمة وسط امواج عالية ورعد وبرق ومطر اجتمع ابليس وذريته للخطوة اللي جاية. المملكة دلوقتي في اضعف حالاتها، لكن هدفنا اكبر من اضعفها. عايزينهم في جحيم في دنيتهم واخرتهم. حسبنا هم اصحاب المملكة، اللي بنأمرهم بيه بيعملوه، واحنا وهم هنخلي كل اللي في المملكة يتبعونا خطوة بخطوة. انقذوهم باللي يصير غضبهم، اهمزوا ليهم بالشر، وسوسوا لهم من أضعف جانب ليهم، مسوا تكوينهم فيتخبطوا في بعض. مش عايزين حد فيهم يفلت مننا وروحه. استقبلها عندنا والعباد، ما تسيبوش أي عابد. داسم، فين داسم؟ أيوة. عملت إيه مع عابد بني إسرائيل؟ مش عارف أدخله منين، صيام طول النهار، تعبد طول الليل، وحيد في صوماته، مش لاقيله اي مدخل، مش لاقيله نقطة ضعف. ليه ما يكونش هو اللي عارف نقطة ضعفك؟ مين يتولى امر عابد بني اسرائيل؟ مصوت. نعم. عابد بني اسرائيل يهمني اكتر من المملكة. معركتي اللي جاية معاه روحه هتبقى من الارواح اللي هنستقبلها عندنا. خد داسم، يمكن يتعلم. وبعد كده احتفلوا احتفالهم الشيطاني بسيطرتهم على المملكة، وحلفائهم احتفلوا بالدم اللي سال على أرض أصحابها. لكن الظالم دايما ما بيحسش براحة. لا لا يا ساجد، لا، كنت عارف انك هتوصلني. انا دورت عليك في كل المملكة بس ما كانش ليك أثر. ما دمت خايف كده وانت نايم على سريرك، ليه عملت فينا كده؟ ما تنسيش انا مش هقتلك يا وحي. وحي على بابك واقف كل واحد ظلمته، كل واحد قتلته، عايزين يغرزوا سيوفهم في قلبك. لا ديلو ديلو ديلو. في ايه يا مولاي؟ ايه اللي حصل؟ حلمت نفس الحلم؟ لقيته ساجد في اخر مدينة ولا لا؟ مش موجود في وسط القتلى ولا الاسرى. دورت كويس؟ ايوه يا مولاي. راح فين؟ حتى في اخر مدينة مش موجود. ساجد خلاص انتهى من زمان، وتحريضه عليك انتهى، مبقاش ليه صوت، مبقاش ليه اي نشاط ضدك في المملكة. الكل ضعف حواليه، فضعف هو كمان، يمكن اتقتل في اي معركة من معاركنا واحنا ما خدناش بالنا. لا
اللي زي ده لما يموت بيتحس بيه الخوف انه يكون حوالين المملكة بيدور على منفذ، والخوف الاكتر انه ما يكونش لوحده. لا بس هو اكيد مش موجود. مش هطمن غير لما ادور عليه في كل بيت في المملكة وحواليها. اتأكد لي من ده، انا حاسس انه موجود. وخارج المملكة ورا جبل من الجبال كان في قلب بتتجمع حواليه قلوب من اهل المملكة اللي عايشين في ذل وقهر. صاحب القلب ده اسمه ساجد. ساجد كان عارف ان سبب هزيمتهم قبل ما يكون من الطاغية كان من نفوس اهل المملكة اللي تملكها العدو الخفي ويأسها وضعفها، وكان عارف ان اليأس والضعف ده لمس قلوب اهل المملكة كلهم. ساجد كان عارف انهم لازم يتخلصوا من العدو الخفي اللي جواهم قبل ما يتخلصوا من العدو الظاهر اللي قدامهم. ساجد، هتفضل واقف طول الليل مستنيك جوه بيتها. دخل لها الاكل جوه بيتها. انت خايف على نفسك وانت الطاقي الورع صاحب الثواب. ودخل بيتها واستمر فتره طويله على ذا الحال، والشيطان صابر على فرسته. وحيده، قد ايه هي وحيده وحزينه، محدش بيكلمها ولا هي بتكلم حد. ونس وحدتها، كلمها في الدين، علمها ازاي تتعبد في خلوتها. اوعى تتكلم معاها في امور الدنيا، اتكلم معاها في امور الاخره. كلام جاب كلام، وخواطر جديده دخلت في نفس العابد. وفي اول خطوه للشيطان اتغيرت جوا نفس العابد حاجات كتيره. نهاره بقى يتكلم معاها، وليله بقى يفكر فيها. انا سامع اللي في خواطره. احنا خليناه يلتفت لنا، خليناه يسمع رنين الذهب، لكن بريق الذهب لسه ما شافوش. ساجد، انا فعلا قلقان، كل اللي بيهربوا دول من المملكة ومفيش اي رد فعل للطاغية. احنا كنا صابرين مش عشان قوتهم تزيد في التدريبات وبس، لا احنا كمان عايزين قلوبهم تقرب من بعض. ده يا ساجد بقى كل واحد فيهم يخاف على اخوه اكتر من نفسه. هادو، حضر الرسالة. رسالة؟ ايوه، وابعت بيها حتى يخش بيها جوه حصن الطاغية ويوصلها. وتفتكر ان ده الوقت المناسب؟ توكلنا على الله. مولاي، جواسيسنا في المملكة بلغونا ان في جزء من الرجال والشباب قل عن اخر مرة، واكيد عرفت راحوا فين. ده السر اللي احنا مش عارفينه. هما مش افراد بيهربوا مع بعض، ده واحد ورا التاني. دول كأنهم عارفين ان في حد بيراقبهم. يعني ايه؟ يعرفوا لي بيروحوا فين؟ احرقوا بيوتهم، اختصفوا نساءهم، اقتلوا اطفالهم، لحد ما يقولوا راحوا فين. مسكنا واحد منهم كان معاه الرسالة دي. هات الرسالة. كانت رايحة لشخص عشان يروح لهم في الغابة، والشخص اللي كانت رايحة له الرسالة ملوش أثر. الرسالة باسم ساجد. أنا كنت حاسس إنه موجود. فين حامل الرسالة؟ مسكناه وواقف بره. دخلوه أوامر. حاضر. كل الوقت ده وأنت في الغابة يا ساجد، وتحت إيدينا وإحنا مش عارفين. مولاي، الخاين قربهولي. تعال، هتاخدنا لمكانهم المستخبيين فيه جوه الغابة. وهتسيبوني؟ ما تخافش، مش هنقتلك. هوصلكم ليه؟ جهزوا أقوى جيش عندنا، هنحرق الغابة بيهم وبيك يا ساجد. وفي وسط النار الأيدى بين الطاغية وساجد، كان العابد زي كل مرة في طريقه البترينة وهو شايل الأكل. لكن المرة دي غير كل مرة، كان في نار أيدها الشيطان في قلب العابد. ليه دقات قلبك سريعة قوي كده؟
ارجع لو انت خايف يا عابد يا زاهد يا تقي. الشيطان بقى قريب قوي من العابد، يجي له من يمين ومن شمال ومن وراه ومن قدام. الحاجز اللي بينه وبين الشيطان انكسر. سواد كبير، هي هي زي كل مرة بتودينا فيها الأكل، لكن المرة دي هتاكل معاها. وفضل ورا العابد خطوة بخطوة لحد ما عابد بني إسرائيل وصل للباب. رينا ما فتحتش الباب زي كل مرة، وفضل يخبط وينده. رينا رينا. فجأة سمع صوت رينا بتتوجع. هتفضل واقف، ادخل شوفها، يمكن حصل لها حاجة، يمكن ذئب دخل عليها وهي نايمة. ادخل. دخل العابد جوه بيتها، كانت ليلة ضلمة وضوء شمعتها كان ضعيف. مالك يا رينا؟ حاسة بضعف وتعبانة. هتفضل واقف بعيد، قرب لها شوفها مالها. وقرب العابد خطوة ورا التانية وهو شايل الأكل، ولما وصل لسريرها حط الأكل وقعد، وما بينه وما بين رينا الأكل، وفضل الشيطان يلمس. مسكينة، اسندها اسندها وقومها ويهمس، أكلها ويوسوس، شجعها على الأكل وكل معاها. وفضل يلمس ويهمس ويوسوس. إيدك تلمس إيديها. ويلمس ويهمس ويوسوس. بص في عينيها. ويلمس ويهمس ويوسوس. يتملي قلبك بيها. لحد ما مس الشيطان العابد وهم على رينا. ارتكب خطيئتك يا عابد بني إسرائيل. هو ده المكان اللي بتدربوا فيه، هما دلوقتي نايمين كلهم جوه الخيام. بس هاجد نايم في اي خيمة فيها؟ مش عارف مولاي. احنا هنحرق الخيام فيهم كلهم. الجيش مستعد، احنا محاوطينهم من جميع الاتجاهات، مفيش منتز لينا، الجيش في انتظار اشارة. يا مولاي الخيام ما فيهاش حد. يبقى ده كمين، احموني. ما تخافش قوي كده، ده مش كمين. ساجد بعت لك رساله معايا. ساجد واقف دلوقتي على ابواب المملكه لاستردادها. معركه اليوم مش معركه ارض ضاعت وتحرك قدراتنا. معركه اليوم استرداد نفوسنا من اعدائنا الخفيه اللي ضعفت نفوسنا سنين ويأستنا. خلوا اليوم ده شاهد ليكم امام الله، خلوه يشهد لكم امام الله ويقول يا الله دول عبادك المخلصين، يا الله كيد الشيطان كان عليهم ضعيف، يا الله دول انتصروا على شياطين الانس والجن. انتصرنا على اعدائنا المغتصبين لمملكتنا هو انتصار على الاعداء الخفية، فما تجعلوه سلطان ليهم عليكم اليوم. الله اكبر. مفيش قد ايه نواح بني ادم بيشرح صدري ويطمن قلبي. نوحي نوحي للي عملوا معاك يا عابد بني اسرائيل. كفاية عياط ونواح، هديها وخدها بقى معاك في صومعتك. يلا قومي وجمعي حاجاتك عشان تيجي معايا صومعتي. لا لا، دي خايفة منك، انت لسه عابد من العباد. ما تقوليش لا، انا لسه عابد بني اسرائيل. مين اللي كان بيجيب لها الاكل لحد عندها؟ ما تخافيش، اللي حصل ده كان خطيئة ولا يمكن هتتكرر تاني ابدا. مين اللي كان بيتكلم معاها ويعلمها العبادة والتعبد؟ اذا كان الشيطان انتصر عليا مره في لحظه ضعف فلا يمكن حيضحك عليا تاني ابدا. انا التقي. انا التقي الورع. الورع انت نسيتي؟ يلا قومي تعالى لصومعتي. مش هسيب المكان ده، مش هسيب المكان لحد ما اخواتي يرجعوا. سيبني في حالي. هي بتبص لك كده ليه؟ كانك شيطان واقف قدامها. انت بتبصي لي كده ليه؟ ابص لك؟ انا حتى مش قادره ابص لك.
ازاي تجرؤ وتكلمك كده؟ انت ازاي تكلميني كده؟ انا لسه عابد بني اسرائيل غصب عنك. عيوننا رصدوا الطاغية وجيشه داخلين المملكة من جميع الاتجاهات. هم عرفوا ان احنا استردنا كل المدن اللي في وسط المملكة، عايزين يحصرونا. ساجد، انت ليه قطعت المدن اللي في وسط المملكة لفتحها واستردادها؟ ده اصعب علينا. في مملكتنا كتير من اهالينا ما انضموش بسبب خوفهم وضعفهم. انتصارنا اليوم هيشجعهم كلهم انهم ينضموا ونستعيد كل المملكة. وسط المملكة هي نقطة تلاقي كل المدن، وهي اقرب نقطة ليهم. وسط المملكة هي نقطة انطلاقنا لاسترداد اراضينا كلها. اليوم هو جزء من الانتصار لاننا جزء من اهل المملكة، لكن الانتصار الكامل لما اهل المملكة كلهم يشتركوا معانا في المعركة. الحجر لما يترمي في النهر يعمل دوائر توصل لحافة النهر. دي كانت خطة ساجد. كان جيشهم زي الحجر اللي ترمى وسط المملكة. 9 شهور من نصر لنصر، 9 شهور من فتح لفتح، 9 شهور ورجعت كل مدن المملكة إلا مدينة واحدة كان متخصم فيها الطاغية وجيشه ورا جدار عالي، والجدار كان لازم يتخطط. اللي فاصل ما بيننا وبينهم جدار عالي مستخبيين وراه. أعدائنا خايفين من الموت، خايفين منكم لأنكم خلفاء الله في الأرض. فيا خلفاء الله حطموا الجدار وطردوهم برا مملكتنا هم وشياطينهم. الله أكبر. الشيطان سلطان عليه، انت املي منه يا رب يا رب. يا خلفاء الله انتم اللي بيفر منكم شياطين الانس والجن. موردو سندو، عايزين نكون اول الفاتحين للجدار. اللهم انصر اخواتي ونجيهم، فهم بجهادهم في سبيلك احسن من اللي قفل على نفسه ومعاش طالب. الحمد لله فتحنا باب الجدار. الله أكبر الله أكبر. الحقوا الفريين الجبناء، ادخلوا وراهم وصرهم. يا رب يا رب، أنا حاسة أن ابني هيخرج لنور دنيتك. يا رب خلينا نتحمل الألم وتولى أمره وأمري. ساجد، لا لا، انا كنت عارف انك هتوصلي. ولما انت بالجبن والخوف ده كله عملت فينا كده ليه؟ ما تقتليش ما تقتليش. لا انا مش هقتلك لوحدي، كل اللي ورايا دول عايزين يغرزوا سيوفهم في قلبك. ما تقتليش. الحمد لله الحمد لله. تعالى تعالى لحضن امك، أمتي اللي عشت عمرها وحيدة من الأم والأب. تعالى لحضن أمك اللي فرقت الحروب ما بينها وما بين إخواتها، ومش عارفة إذا كنت هشوفهم تاني ولا لأ. تعالى يمكن حضنك يطمن قلب أمك في وحدتها. تعالى يمكن يكون أول وآخر حضن تحضنه أمك. إذا ما شفتش إخواتي تاني فاغفر لي وارحمني وجمعني بيهم وبأمي وأبويا وابني. يا رب جمعني بيهم في جنتك، أنت الغفور الرحيم. هتفضل واقف كده ورا بابها في الضلمة تحت المطر مش عارف تعمل إيه. سامع بكاء الطفل؟ لو حد غيرك سمعه هيتفضح امرك. اكسر الباب عليها وتخلص منه. بص للولد كده ليه؟ لا لا، ما تاخدوش مني. سيبيه. لا مش هسيبهولك. خرجيه من حضنك. عينك مليانة
بالشر، مش هسيبهولك. اخواتها لو اتخلصت من الطفل ما هي كمان مش هتسكت. اتخلص منها قبل ابنها. هقتلك اذا ما سبتوش. هتفضحك. اتخلص منها. هخنقك. اتخلص منها. انا بتخنق. هقتلك. ما تحرموش من حضن أمه، ادفنوا معاها هنا في بيتها لحد يشوفك ويتضح أمرك. ادفنها وادفن معاها كل خطاياك، وارجع تاني عابد بني إسرائيل. قوم احفر لها قبرها. احفر احفر. انت حفرت لنفسك قبلها، خدتك من خطوة لخطوة، من ذنب الكبيرة، من كبيرة الكبيرة، من عابد أناء الليل وأطراف النهار لزاي وقاتل. أحفر. ياه قد إيه أنا سعيد إن الحرب انتهت وراجعين أخيرا لأختنا. أنتوا ماشيين براحتكم كده ليه؟ خلونا نلحق نوصل قبل الليل ما يدخل. رايح حصانك معانا يا زندو علشان يقدر يكمل. صبرت 15 يوم سفر، مش قادر تصبر كمان كام ساعه. بصراحه رينا وحشتني قوي ومش قادر اصبر. هي وحشتنا احنا كمان. طب يلا بينا. يلا بينا. انقطع ذكر الرب، غرقان في ذنوب، في ركن صومعته الضلمه. وجهه شاحن. اخواتها لما يرجعوا يسالوه هيتخلص ازاي من المصيبه دي، وكمان هيتخلصوا ازاي من اللي انا محضره لهم والكل المملكة. مين؟ مين؟ احنا اصحاب الامانة. افتح يا عابد بني اسرائيل. افتح لنا الباب. اختنا فين؟ احنا رحنا الصومعة وما لقيناهاش فيها. كأني محدش عاش فيها. فين اختنا؟ شايف وشهم ملامح الخوف عليها، بيسألوا جواهم ايه اللي حصل لاخته، والسنون بتتخبط جواهم. مساكين هما في انتظار كلمتك يا برصيصة. قول لهم لهم ان اختهم ماتت. ماتت اختكم؟ اختكم ماتت. قد ايه كان نفسي اشوفها ماتت. اتحلوا بالصبر. اسمعوا وادعوا ادعوا ان ربنا يرحمها في قبرها. ودفنتها فين يا عابد بني اسرائيل؟ دفنتها ورا الهضبه. انت اتحملت كتير قوي علشان. طيب اقعدوا هنا. شكرا ليك يا عابد بني اسرائيل. بس الليله احنا هنقضيها انا واخواتي في بيت اختنا، يمكن نحس بروحها في اخر مكان عاشت فيه، والصبح هروح لها قبرها زي ما تحبوا. تعال معايا. على فين؟ هنستناهم لحد ما يناموا في ميعاد معاهم في احلامهم. كندو كندو كندو. مين انت؟ مين وايه السواد اللي انت متغطي بيه ده؟ مش المهم انا مين، المهم اختك. اختي؟ اختي ماتت. اختك ما ماتتش. انا عارف اني بحلم. اختي ماتت. ماتت. اختك ما ماتتش. اختك اتقتلت. انت مين وايه اللي انت بتقوله ده؟ اختك قتلها برصيصة، قتلها عابد بني اسرائيل، وما قتلهاش لوحدها، قتل ابنها كمان بعد ما زنى بيها. انت كذاب، العابد عمره ما يعمل كده ابدا. انت مش سامع؟ انت كذاب. احفر انت واخواتك. كذاب. جوه بيتها تحتيكم. انت كذاب. اختكم مدفونه هي وابنها. كذاب. احفروا احفروا تحتيكم. اختكم مدفونه هي وابنها. كنو ما مالك؟ مالك يا كنو؟ حلم؟ لا كنكبوس. قوله لنا يا كندو. قول. جالي واحد متغطي بالسواد وقال لك ان اختنا قتلها العابد وانه زنى بيها وقتل ابنها. احنا حلمنا نفس الحلم. لا لا لا، العابد لا يمكن يعمل كده. اللي احنا فيه ده بس من تأثير الصدمة علينا. عابد بني اسرائيل؟ عابد بني اسرائيل لو عمل كده هتبقى فتنة في المملكة كلها. قوم، مش هنخسر حاجة. قوم ونحفر ونتأكد. احفروا. احفروا.
احفروا لحد ما تلاقوا اختكم. وروني بقى هتعملوا ايه مع برسيس. المملكة كلها عارفة انه العابد التقي الورع الزاهد. احفره احفره. ايه ده؟ اختكم. بصوا نايمة ازاي في حضنها ابنها. عملت ايه علشان عابد بني اسرائيل يعمل فيها كده؟ الأمانة اللي سبناها عندك يا خاين الأمانة. لا انت لازم تموت. قتلتها. ازاي قتلتها؟ خلقتها هي وابنها. انت لازم تموت. لازم تموت. لا زندو. ايه ده؟ اهدى. قتل اختنا يا كندو. ما تخلوش غضبنا يا مينا. غضبنا؟ جوايا نار. نار يا كندو. انا لازم اقتله زي ما قتل اختنا. انا النار اللي جوايا اوامنكم انتوا الاثنين. تخلوش المملكه كلها تتنازل وتقول ان بنوت ساجد بعد ما انتصروا بيقتلوا في العباد. في اللي هيصدقنا انه اعتدى على اختنا، وفيهم ناس كتير مش هيصدقوا. المملكه كبيره، ليه نكون سبب في نزاع وتخبط في المملكه كلها؟ ليه؟ ما ربنا عزنا ونصرنا على شياطين الانس والجن في معاركنا، وجمعنا كلنا في المملكه. ما تخلوش شيطاننا يهزمنا في المعركه دي ونعيش كلنا في فرقه من تاني. احنا هنسيبه هنا محبوس وننزل نجمع اهل المدينة كلهم ويشهدوا على اللي عمله، وهنسيب الحكم ليهم. ونزلوا من على الجبل لأهل المدينة ونزلت دموعهم معاهم. لكن وهم في طريقهم كان في انتظار العابد خطوة لسه ما خطاهوش. ازاي دخلت هنا؟ ده مفيش اي منفذ للدخول. انا دخلت من زمان وانت اللي دخلتني، بس انت ما خدتش بالك مني. انت عارف انا مين. انت مين؟ انا الشيطان. انا اللي مليت قلبك بالفتنه. انا اللي خليتك تزني بيها. انا اللي خليتك تقتل ابنها. انا اللي خليتك تقتلها. أنا اللي أقدر أخلصك من اللي أنت فيه. طب خلصني. خلصت بسرعة لما يجي يخلص علي. لا، علشان أخلصك ليا شرط. إيه هو؟ قول بسرعة. إنك تسجد لي سجدة. يعني ولا سجدت لك سجدة هتخلصني أنا فيه؟ أوه، هخلصك. هتخلصني؟ اسجد لي. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك، قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. وذلك جزاء هو بيعرف ازاي يلهي عن الحق. هو بيعرف ازاي
يظهر كأنه ناصح للخير. ورجعوا ورجع معاهم أهل المدينة كلهم، ودخلوا على عابد بني إسرائيل صومعته، لقوا ساجد، لكن لما قربوا لقوا وشه متغطي بالسواد، فعرفوا أن السجدة اللي سجدها دي ما كانتش لله. أهل المملكة عرفوا كلهم قصة عابد بني إسرائيل. أهل المملكة كلهم بقى خوفهم من العدو الخفي أكبر من العدو الظاهر اللي قدامه. كنتم مع مملكة الأعداء الخفية، خالد عبد السلام العابد، أحمد صفوت مسعود، مروة فرج رينا، تامر يسري كندو، محمد إسماعيل ساجد، أحمد ترك الطغية، محمد جمعة موردو، أحمد يسري زندو، إكرام هادو، أحمد عبد الهادي ديلو، محمد أزعر إبليس ميدو باسم، وقام بدور الراوي خالد المهدي. تمت أعمال التسجيل والمكساج باستوديوهات فيدباك، مهندس حسني علي، تصميم الدعاية والإعلان شركة إيب جيتس، عبد الرحمن مجدي، أسامة طه، هامينج عادل هاني، مساعد مخرج أول حسني علي، مساعد مخرج تاني عبد الرحمن عادل. مملكة الأعداء الخفية، تأليف وإخراج خالد المهدي.